السؤال الرابع طبعا عند الجزئية الأولى أعطاني إذا كان الوسط لعينة القيم x 5 8 4 6 يساوي 6 فما قيمة الانحراف المعياري لهذه القيم مقاربا إلى أقرب جزء من 10؟ طبعا السؤال هذا مو مباشر، يعني هني ما أعطاني القيم كاملة مباشرة، أعطاني في قيمة مجهولة. بس أنا عندي شنو؟ عندي قانون الوسط. من قانون الوسط طبعا الوسط أعطاني 6. من قانون الوسط طبعا الوسط شنو هو؟ طبعا في البداية لازم أوجد هذه القيمة المجهولة، بعدين راح أوجد الانحراف المعياري. فالوسط هو مجموع القيم على عددها، يعني على عدد القيم. طبعا عدد القيم، طبعا الوسط كم عندي؟ الوسط يساوي 6 هني. مجموع القيم يعني راح أجمع x زائد 5 زائد 8 زائد 4 زائد 6، عددهم كم؟ 1 2 3 4 5. فأنا من خلال هذا المعادلة راح أوجد قيمة x هني. فلو جمعنا 5 و 8 و 4 و 6 راح يعطينا x زائد 23. طبعا هاي مجموعهم 23، قسمة 5 يساوي 6. راح أسوي مقص هني طبعا على 1، فراح يصير x زائد 23 يساوي 6 في 5 30. فبالتالي لو نقلت 23 بعكس الإشارة فبنقول 30 ناقص 23 راح يعطينا ان x يساوي 7. فقيمة هذا ال x هني، القيمة هذه المجهولة تساوي 7. يعني لو تشيكنا جمعنا 6 و 4 و 8 و 5 و 7 وقسمناهم على عددهم اللي هو 5 راح يعطينا الناتج، تأكدوا انه يساوي 6. فهذه في البداية قيمة ال x هني طلعناها ب 7. طبعا باقي عندي اوجد قيمة الانحراف المعياري. طبعا هني اعطاني في البداية الانحراف المعياري قانونه، في قانون انحق له سواء للعينة أو للمجتمع. طبعا هني قال لي عينة، فهني الكلمة واضحة عينة، فبنقول القانون حق العينة شنو هو؟ S يساوي جذر، في البداية نكتب القانون، سيجما إلى XI اللي هو القيم ناقص X بار. طبعا هذا نسميه الوسط في العينة نسميه X بار، في المجتمع نسميه ميو. فهذا سيجما إلى XI ناقص X بار اللي هو الوسط على في العينة راح نقسم على N ناقص 1. في المجتمع الفرق بس إن هني القانون من بدال N ناقص 1 يكون N. فأنا راح لو كتبناه هني أحسن، أزي أكبر شوي الجذر وأحط هني علامة الكسر، راح أسوي على حسب القيم كم قوس؟ 1 2 3 4 5 أقواس، 1 2 3 4 زائد القوس الخامس. يعني أنا راح شنو أسوي في البداية؟ طبعا هذا أسهل، N ناقص 1 كم الـ N؟ الـ N طبعا قلنا عدد القيم، كم عدد القيم؟ 1 2 3 4 5، فبنقسم على 5 ناقص 1، راح نحط هني ناقص. طبعا هني القانون عفوا مو سيجما اكس اي ناقص اكس بار، بعد نحط تربيع، يعني كل الاقواس لازم تحطون اليها تربيع. شنو راح نحط؟ راح نحط القيم اكس اي، يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5، راح نحط القيم. طبعا الاكس طلعناها احنا بسبعة، فبنقول هني 7، وبعدين 5، بعدين 8، بعدين 4، بعدين 6. طبعا دائما هني ناقص. شنو راح نحط عقب الناقص؟ x بار اللي هي الوسط، اللي هي كم طلعنا؟ اللي هي كم بالسؤال اصلا؟ 6. فاحنا راح نحط فيهم كلهم هني 6. فمجرد الحين اروح ادخل جذر واحط علامه الكسر وادخل هذا كله بالآلة الحاسبه على 5 ناقص 1، اكتب هذا كله بالآلة الحاسبه واقرب الناتج لاقرب جزء من 10، راح تشوفون الناتج 1.6. فالسؤال مباشر وسهل إيجاده طبعا بالآلة الحاسبة. بس طبعا هني ما أعطاكم القيمة هني جاهزة، أعطاكم
أعطاكم معلومة الوسط. ففي بعض الأسئلة في الامتحانات هو يطلب، هو يعطيك القيم كامل، أنت تروح توجد الوسط يعني تجمعهم وتقسم على عدده. هني لا، يعني أعطاك الوسط وطلب منك، ترى ما طلب منك قيمة X، أنت لازم توجد قيمة X أول شيء باستخدام القانون له الوسط، وبعد ذلك تستخدم القانون المناسب حق العينة في الانحراف المعياري. الدخل هذا طبعا كله بالآلة الحاسبة يعطيك 1.6. المطلوب الثاني يبين الجدول الأدنى عدد يبين الجدول الأدنى أعداد طلبة الصف الثاني الثانوي في إحدى المدارس وفق إجاباتهم عن 4 أسئلة من نوع الاختيار المتعدد في أحد امتحانات الرياضيات. فالسؤال الأول مثلا اللي جاوبه صح 23، اللي جاوبه خطأ 9، مجموعهم 32. نفس الشيء السؤال الثاني 25 جاوبه صح وخطأ 7 وهكذا. إذا اختير أحد هؤلاء الطلبة عشوائيا، ما احتمال أن يكون قد أجاب عن السؤالين الثالث والرابع علما بأن إجابته صحيحة؟ طبعا هذا من تشوفون كلمة علما أو بشرط معناته احتمال مشروط. شنو الشرط عندي هني؟ أن تكون إجابته صح. فأنا هني طبعا هني قال لك أنه أجاب علما بأن إجابته صحيحة، فأنا ممكن في البداية أوجد أقل أوجد الحل بتقليص فضاء العينة. طبعا هذا أبسط حل حق الاحتمال المشروط. تقليص فضاء العينة شلون؟ ناخذ الشرط اللي هو أعطاني إياه، إجابته صحيحة. متى تكون إجابته صحيحة؟ في هني، في هذا الصف. لو تلاحظون هذا الصف كله الإجابة صحيحة، فراح أكتب في المقام 23 زائد 25 زائد 28 زائد 20، هذه الإجابات الصحيحة. الحين ما احتمال أن يكون قد أجاب عن السؤالين الثالث والرابع؟ يعني أنا راح أخذ 28 والعشرين فوق، فأنا أقول 28 هني زائد 20، أوجد هذا باستخدام الآلة الحاسبة راح يعطيني الناتج. لو شيكتم بالآلة الحاسبة هذا راح يعطيني الناتج نص. فهذه إجابة هذا السؤال. طبعا ممكن أن تحلون بهذه الطريقة، ممكن تحلون باستخدام الاحتمال المشروط. طبعا شنو هو الاحتمال المشروط؟ الاحتمال المشروط أن ممكن أنتم تحلون بالقانون، يعني مثلا هذا الحل. في حل آخر، طبعا هذا الحل هو الأسهل، هذا الحل أفضل إليكم. لو قلنا الإجابة الصحيحة هي A، الإجابة صحيحة، وقلنا B مثلا أنه أجاب عن السؤال الثالث والرابع، فإحنا نبغى B أنه أجاب عن السؤالين الثالث والرابع، معناته احتمال يكون احتمال B بشرط أن تكون الإجابة صحيحة، يعني بشرط A. فهذا شنو يساوي؟ يساوي B إلى B تقاطع A، قانون الاحتمال المشروط على B A. زين، ف شنو احتمال أول شيء B A؟ وش احتمال أن تكون الإجابة صحيحة؟ احتمال الإجابة صحيحة، احتمال أن تكون الإجابة صحيحة معناتها أن أنا أول شيء راح أوجد الـ N، عدد الطلاب كم؟ لو جمعنا هذا لكلهم 20، 12، 28، 4، 25، 7، 23 و9، لو جمعناهم هذا كامل راح يعطينا 128. فهذه هي نحط 128. طبعا بي اي الإجابة صحيحة، فأنا راح أجمع 20، 28، 25، 23، نكتبهم هنا 20، 28، 25، و23. فوق التقاطع معناتها اللي جاوبوا بس السؤال الثالث
والرابع، يعني 28 زائد 20، 28 زائد 20 على مجموعهم اللي هو 128. فبتلاحظون أن الإجابتين نفس الشيء، يعني هذه الإجابة نفس هذه الإجابة، لأن أصلاً 128 تكنسل 128، فلو تلاحظون 28 زائد 20 على نفس المجموع، فالناتج أيضاً راح يعطيني نص. فهذا طبعاً الحل بطريقة الاحتمال المشروط بكتابة القانون وإيجاد ناتج، أو الحل الأسهل أنك أنت تقلص فضاء العينة. دائماً تبتلون بالشرط علماً بأن اللي بعد علماً بأنه هو الشرط، إجابة صحيحة يعني نجمع هذا الصف كامل تحت. في البسط شنو يكون؟ اللي جاوبه بس السؤال الثالث والرابع من الصح، يعني 28 و20. مثلاً لو قالت علماً بأن إجابته خاطئة، إجابته خاطئة نروح نحط هذا كله الصف الثاني في المقام، والثالث والرابع أيضاً ناخذهم بس اللي في الخطأ اللي هو 4 و12. فهذه طبعا إجابة هذا السؤال. الجزئية الثانية من السؤال الرابع عندي هذا كامل، حل السؤال الثالث أو الرابع من الاختبار.